السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا الجمال. النهاردة يا جماعة كنا حابين نشارك مع بعض ازاي ابرمج ميزان هوك زي ده. لو عندي الميزان هوك ده بيوزن غلط، لو عندي الميزان ده بيليه حاجتين، لو بيوزن غلط يا اما في زرار بوديني للرطل اللي هو اللي بي بيديني وزن غلط، يا اما الميزان ده عاوز اتبرمج. طيب انا لو عاوز ابرمج الميزان ده مبدئيا كده واعرف ازاي اقدر استخدم ميزان زي ده، عندي الميزان ده او عشان ابرمجه في عندي زرار مكتوب عليه اون واوف وفي زرار مكتوب عليه زيرو، بضغط على الاون والاوف ده والزيرو الاثنين مع بعض كده تكه ويفضل معلق ايدي كده وارفع ايدي بعد كده هيديني هنا الحموله بتاعتي اللي هو النص طن بتاعه يديني فل. برجع عند الكيلو جرام والزرار المكتوب عليه كيلو جرام واللي ال بي ده بضغط عليه ضغطه واحده بس كده، برجع من الزيرو بروح هنا احط الحموله بتاعتي من الكيلو جرام. ايه عاوز اخليه نص طن بخليه 300 كيلو، عاوز اخليه نص طن نص طن، عاوز اخليه 800 كيلو لو عندي وزنه مهمه ولا حاجه بخليه 800 كيلو على حسب الوزن الحموله اللي انا اقدر ارفع عليه الميزان على حسب ما انا عاوز. انا عاوز اخليه 800 كيلو، برجع على الاون والاوف ااكد ضغطه واحده بس ااكد. بعد كده بيديني اللود ان انا احط المعيار بتاعي. طيب هو مديني هنا المسموح 20 كيلو، طيب ال 20 كيلو اقدر اغيره؟ اه تقدر تغيره. افرض انا عندي 10 كيلو بضغط على الكيلو جرام والال بي ضغطه واحده، برجع بعد كده بضغط من الزيرو واروح عند الواحد اللي هو اللي قبل الاخير ده يا جماعه، بضغط من الكيلو جرام اخليه 10 كيلو بعلق 10 كيلو، عاوز اخليه 20 كيلو اخليه 20 كيلو. طب المتاح عندي 20؟ اه عندي 20، بخليه 20 وبعد كده بعلق ال 20 كيلو واتاكد ان المعيار بتاعي مظبوط وسليم كده. ال 20 كيلو علقتها، بضغط على الان والاوف دي ااكد عليها تكه واحده بس. بعد كده برجع على الكيلو جرام احط الحساسه بتاعتي اخليها 100 جرام، بخليها 100 جرام. بعد كده بضغط اون واوف تكه واحده، برجع بعد كده الرطله عندي اللي هو العلامه العشريه اخليها علامه واحده بس، بخليها علامه واحده وبضغط على الاون والاوف تكه واحده، اصبح ال 20 كيلو 20 كيلو زي ما هو ظاهر لحضراتكم كده. طيب لو حبيت ان انا اصفر على ال 20 كيلو بصفر عليها من الزيرو. لو جت اوزن معيار تاني اهوت، المعيار ده اصبح عندي 5 كيلو و100 جرام، يعني معناتها ان السنجل 5 كيلو دي فيها 100 جرام. طيب انا لو حبيت ان انا ارفع المعيار بتاعي لازما اتاكد من حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان اللمبه الحمراء اللي عندي ده هي تبقى قايده عند الكيلو جرام. لو اللمبه الحمراء ده قايده عند ال ال بي بقدر اعالجها من الزرار المكتوب عليه كيلو جرام والاي بي ده، بضغط عليه تكه هيوديني عند ال ال بي. ال ال دي بي ده هيوزن لي وزن غلط، لو ضغطت او وزن اي وزن هوزنه هيديني الوزن غلط. يعني مثلا لو جت احط معيار زي ال 5 كيلو كده، لو صفر اهو ال 5 كيلو اصبحوا 11 كيلو عشان ضغطت اللمبه هنا عند ال ال بي، فبالعكس انا بضغط ضغطه واحده بس اخليها تروح عند الكيلو جرام، بقى ال 5 كيلو 5 كيلو و100 جرام. وبكده يا جماعه انتهينا من شرح استخدام ميزان زي ده، ميزان اللي هو من الموازين اللي بترفع المواشي، اللحمه، الجزاره، اكتر الناس بيستخدموا الجزارين والمطاعم والحاجات دي. ازاي اقدر اعالج ابرمجته؟ فعرفت ازاي نقدر نعالج برمجته. بعد كده هنشرح على موازين كبيره، هوكات كبيره، ازاي اقدر ابرمجها، ازاي اقدر اصين ميزان زي ده لو الارقام بتاعته مقطعه، لو الميزان ده فيه اي عيب من جوه ازاي اقدر اصينه، هنشرحه مع بعض. تابعونا على القناه وان شاء الله نشوفكم على خير يا شباب.